السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملاق جديد بينضم للسباق، ماجيك كودر ده خلاص انضم للسباق، بيتنافس دلوقتي مع شات جي بي تي، بيتنافس مع جوجل بارد، بيتنافس مع أدوات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة في السوق، بحيث إن هو بيبدأ الناس تجربه وتبدأ تشوف أي واحد فيهم الأقرب للصحة. الأسبوع ده في كذا انطلاقة للذكاء الاصطناعي، ده من ضمنهم. فزي ما انت شايف هو واخد مركز قوي قريب من جي بي تي 4 تيربو، ما كناش نسمع عنه حاجة خالص، ومرة واحدة حصل يعني انطلاقة رهيبة. تقدر انت تجربه من الرابط اللي انا هبعتها لك هنا، تمام؟ هو طبعا ده في موقع اوبن سورس، هو الموقع مجاني، او يعني نقدر نقول ان هو اوبن سورس برضه، بحيث ان هو موجود على الهاجنج فيس وموجود على الجيت هاب. فكرة المنافسة تبقى قوية جدا، بحيث ان انت تقدر تجرب كذا حاجة. فكرة ان هو يكون اوبن سورس ده بيتيح لنا فرصة ان حد من العرب او المسلمين يقدر ان هو يعمل برنامج منافس، بدل ما يبدأ من الصفر لا يقدر ياخد موديل فيه ويبدأ ان هو يشتغل عليه. هو قفزة يعني، خلال كام يوم كده بدأ نسمع عنه صباح خير، لأن ممكن واحد ياخد موديل جاهز ويبدأ يعمل عليه تعديلات يعني أساسية بسهولة، فيقدر إن هو يقدر ينافس في السوق. أتمنى التجربة تعجبك. هو طبعا الموقع عليه ضغط كبير، فذلك بياخد وقت في الإجابة.